السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم 5 طرق لتحميل صوره شخصيه لاي شخص في الواتساب بطرق احترافيه. طبعا هذا الطريقة تحميل الصور في الواتساب لأي شخص فيها قيود من الواتساب، يعني ممنوع تحمل صورة من أي شخص في الواتساب، فيه يعني ما تقدر تحمل، في قيود. أوكي، كيف تتخطى هذا القيود؟ في هذا الفيديو بشرح لك. طبعا هناك 5 طرق مختلفة، ولكن في هذا الفيديو بشرح 3 طرق. إذا تريد تعرف باقي الطريقتين الرابط في الديسكريبشن، الطرق هناك. أوكي، رابط الموقع اللي راح استخدمه أيضا في الديسكريبشن. أوكي، نروح للطريق. أول شيء نستعد لك وين المشكلة. شوفوا الحين مثلا هاي صورة الشخص أريد أحملها، لو افتح المحادثة افتح الصورة الشخصية اضغط على عرض الصورة. هذه الصورة اريد مثلا لو ما في زر تحميل، وايضا اريد لو التقط صورة بهذه الطريقة يقول لك هنا يعذر التقاط صورة بسبب سياسات واتساب. اوكي، يعني ما تقدر تلتقط صورة حتى تحفظ الصورة في جهازك. كيف تتخطى، كيف تحمل الصورة مجانا؟ نروح للطريقة الاول. أول طريقة يا شباب، كل ما عليك أنك تدخل على هذا الموقع، رابط الموقع راح بتحصله في الديسكريبشن. بعد ما تدخل على هذا الموقع هني اكتب رقم. أوكي يا شباب، مثل ما تشوفون هني في هذه الخانة تكتب فتح خط الرقم للبلد، الحساب اللي تريد تحمل الصورة تكتب فتح خط للرقم. أوكي، مثلا فتح خط لبنان مثلا 961. أوكي، مثل ما تشوفون راح يعطيك مباشرة لبنان. أوكي، اختاره. أوكي، بهذا الطريقة لازم تكتب بالإنجليزي يا شباب، لو كتب بالعربي ما بيطلع، لازم تكتب بالإنجليزي، الأرقام بالإنجليزي. أوكي، الحين تكتب الرقم هنا مباشرة، بعد ما تكتب فتح الخط تكتب الرقم هنا مثل ما تشوف. أنا نسخته من أول، الحين تضغط على جيت هذا الزر مباشرة، انتظر ثواني لين ما يبحث عن الحساب صورة الشخص، ومباشرة راح يعطيك زر التحميل. اوكي، مثل ما تشوفون خلاص تم العثور على الحساب بهذا الطريقة، راح يعطيك الصورة وهني جنبه زر تحميل، اضغط على زر تحميل مباشرة تم تنزيل الصورة. الحين لو تفتح المعرض اوكي بتحصل الصورة تم تحميلها بالجودة الأصلية. وبس يا شباب، هذا هو الطريقة الأول. نروح للطريقة الثانية. الطريقة الثانية لتحميل صورة الشخص في الواتساب، كل ما عليك انك تروح للحساب الشخص، مثلا هذا الشخص نفس الشخص، اضغط على الحساب افتح اضغط على عرض الصورة. اوكي، الحين نفس ما تشوفون ما عرض الحالة. اوكي، طبعا هني ما تقدر تحمل الصورة. الطريقة الثانية هو انك تحمل، يعني مثلا تلتقط صورة بهذه الطريقة. اوكي، بعد ما تلتقط الصوره تضغط على هذا الزر الكروب او التصغير بهذه الطريقه، راح تاخذ صوره الشخص بهذه الطريقه، واضغط على التحميل وبس تم تحميل الصوره مباشره بهذه الطريقه. اوكي، هذه الطريقه يعني ما تقدر تحمل بالجوده الاصليه بالصورة الأصلية اللي موجود في الواتساب. هذا طريقة ثانية. نروح للطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة أيضا احترافية، بتحمل بالجودة الأصلية. كيف؟ عن طريق واتساب ويب. أول شيء تفتح واتساب ويب، تفتح حسابك في الواتساب. الحين تضغط على هذه 3 نقاط، تضغط على الأجهزة المرتبطة. بعد ما تضغط على الأجهزة تضغط على ربط الجهاز. اوكي، حط بصمه الجهاز خاص بك، مباشره راح يفتح لك الكاميرا. الحين تروح لجهاز الكمبيوتر وتفتح واتساب ويب مثل ما تشوفون، واتساب ويب، وتحط الكاميرا في الباور كود، يعني تصور الباور كود مباشره راح يفتح لك الواتساب. بعد ما يقرا الواتساب باور كود مباشره راح يفتح لك بهذا الشكل. اوكي، الحين روح للحساب اللي تريد تحمل الصورة الخاص بمثلا هذا الحساب، أضغط عليها وأضغط على هذا الزر
وقت أضغط على الصورة الشخصية مباشرة هني كليك يمين أضغط على حفظ الصورة. واضغط مكان حط المكان حفظ الصورة سطح المكتب، وخلاص تم تحميل الصورة في سطح المكتب. هذا هو ناس ما تشوفون. اوكي راح افتح مثلا في برنامج، مثل ما تشوفون هاي الصورة تم تحميلها مباشرة. وبس هذا هو 3 طرق، في طرق اخرى الرابط في الديسكريبشن، ادخل الديسكريبشن واعرف باقي الطرق لتحميل صورة واتساب بطرق احترافية. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وافعل زر بس. مع السلامة.